شو بقولكم يا بكم انصعكم الوزن. الوزن اظني صاك مليون. الوزن صاك مليون. الوزن صاك مليون. الوزن صاك خيب. لا ما بعد هنمول. لا تي اخيار. الوزن صاك الله يحفظكم مليون. من الصراط كان حد يروم يسير ويي خمسة ايام يسرط ليل بنهار. هذا وضعي انا وابراهيم توفيق. سرنا ويينا ونحن هيلة بيس صراط من نصبح لنمسي. يا غدائي يا عشائي يا غشائي يا غدائي يا غدائي يا عشائي من نصبح لنمسي. والله يا ابوكم اني حتى نسخ ما روما تنسخ من كثر الصراط. ليل بنهار صراط. ولا تروم تتعذر ولا تروم تقولهم سامحوني ولا تروم تقولهم الجايات اكثر عن السائر. ما شيء ما شيء ما ما تروم تتفكك من هالشرقية. شيء كرم وشيء محبة وشيء احترام وشيء تقدير. لكن مثل اللي شفناه عند هالبوي عمان هذا بوي ما يوجد. ما يوجد ابدا ابدا. ما شفنا. انا عن عمري اكذب خيبة. اقول لكم اني شفت ماروم او سمعت بعد ماروم. لا 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 لا, لا. هذا ولا بشيركم اللي اظهرته والله يا ابوكم ما حتى نقطة من محيط. احتراما للناس اللي مغيب اللي اظهرته ما نقطة من محيط من العبالة والكرامة والتحفي. طال عمر ان شاء الله كل الصدقان والربع والناس كلها الناس كلها خير بركة. كان حد عن حد يفرق. حد عن حد يفرق. يقولوا لي نحن ما شفناك لا سرت متاحف ولا سر أبوي صور بلد العراق أو بلد التاريخ بلد الحضارة بلد الثقافة. كمية المثقفين بالذات عند صور عند هالصور هم أول الخريجين وهم أول اللي عندهم ما شاء الله دراسات وأبحاث في على مستوى السلطنة من كذا سنة. لكن أنا ما أروم أسير حق المتاحف وغير لأني ما عندي صفة. صفتي أنا ساير معزوم زيارة خاصة. ما روم أقحم عمري في أسير شارق وأسير أتكلم عن زين عمان. أبوي ما شاء الله غنية ومؤرختنة المؤرخين وكاتبين الكتاب وموجود أبوي في القنوات كلها وحط أوحب مذكورة في كل مكان. اللهم لك الحمد. أنا ما أروم أتعدى وأسير متحف وأسير شرق وغرب أو أتكلم في اللي أنا مالي فيه. أنا ساير عازميني جماعة على ما شفتوا على أكل وشرب وكرامة ومعز ومشوني وتمشيت. بس هذا اللي أقدر أسويه. إنما أسير متاحف مارو بأي صفة. المتاحف موجودة والعبق التاريخي فوتخ من كل سنطوان من سناطوين بيوتهم. عبق التاريخ من كل سنطوان من سناطوين بيوتهم يفوتخ. يا غير أنا مالي بأي صفة أسير. ما يخصني. مش قضية ما يخصني. قضية أنا ساير اتكشت ما بساير كمرشد سياحي. اللي علي سويت واللي أروم أتكلم عنه اتكلمت عنه. لكن ما أروم أتكلم عن شيء فوق عن اللازم. بعد ربعي وصدقاني والمتابعين يبون الأناس ويبون الضحك. أنا ما بساير مال القنوات يعني مال يعني على مثل هاللي في تلفزيون. ما يخصني. مورنينج هاو ار يو. صباح الخير. هاو ار يو. ام فاين سير. وير از مستر صلاح؟ مستر ايستن داون. ثانك يو. اوكي ويلكم. واي يو ديدنت سي وير ار يو بابا؟ هاو ماني دايز ناو؟ ام كامينج. السلام عليكم. خير. مسيو صلاح هاو ار يو؟ يا سلام. يا سلام. شوف هالرطب. هل جاي البارحه؟ اللي انا جايب لنا؟ ها؟ هذا يوم يقول لك سراري يا سراري. هذا أبوي. هذا أبوي من خيرات أصحاب. ما شاء الله. ها. ها. والله تحرن ذهب صمعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا الله يا ربي يبارك لهم. هذا أبوي رطب ويميع الهمبة ويميع. هذا من عند قوم محمد الحاي من هالصحار من هناك من مزارعهم تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد الحاي اخو احمد الحاي شيء طبيعي. هاي لك هاي فرع هناك وهاي فرع هني. صلاح السلام عليكم. حياكم. هاو ار يو؟ زين زين. وايد له شويه زين. رقم واحد تدي الا بصلاح بالاخص حطت اليد هذه. ليش بعد؟ ليش اليد هاي ليش؟ متى
أنا هذا أنت. ما يخسر أنت. ما يخسر أنت يخسك. لا 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 عن المراوش وعن المخارش وعن تغادي هالنمونة. ماذا أحد. أشوف يا سلام يا سلام. هذا بده بطة. بطة سوتها؟ إيه. زي بطة باب خشيش. ما مي هو سما سوس خلاص. ليش ما شيء فلوس؟ حلال. أعطيت الحلال ولا في البوك وين البوك؟ شوية. أشوف رامني رامني. شوية حبيبي عشان. زي ما أنت قلت ما شيء فلوس بنطالع. وين؟ هذا بس اذا هاي قوم اجلب هين بطالع 500 بس يا يعني 500. هذا انتاج سلطنة عمان ولاية صحار الجميلة تصلاح شرق زين. وهذا ابوي مدينة محمد بن زايد. هذا الانتاج هذا انتاج مدينة محمد بن زايد ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا يا شامبي. ثانك يو. شكرا جزيلا. ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. ما في غنية اليوم؟ اليوم حار؟ ما شي غنية؟ شكرا 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 شكرا. تعرف انا وين بصير حيلة؟ عارف دبي. عارف انا خراب. انت مخ ما شي خراب؟ ايه عارف. كيف عرفت اني بصير دبي؟ دبي كتب انسان امس. امس مخبرنا؟ ايه. انا والله نسيت اني مخبرنا. قبولي ذا دبي. يوم صرت عند قابوس. ايه. هي يوم صرت بلاد غابوس. قول بلاد غابوس. قول بلاد غابوس بن سعيد. سعيد. بلاد السلطان غابوس. السلطان. هي. إنزين. ثاني خبرتك وين هنا؟ إيه. شيء تبي أنت من دبي؟ دلو. زين. أجد إن شاء الله. برجع اليوم حين إن شاء الله. بوصل عندي شغل. يمكن أتغدى هناك يمكن ما أتغدى. وبرد. لكن 90 باليمين بتغدى هناك. إيش ساعة؟ أي ساعة؟ لا هذا قبل منو؟ باباي هذا زعيد جبت لي ساعة وصلت بعدين عبرين حبيبي هنين. طالب لك من هالساعة ايه؟ وأونلاين من عند نون نون زين؟ ايه زين وإن شاء الله بتوصل واليوم بتي انت ايه؟ بتي؟ اليوم اليوم بتي حبيبي شكرا على عادي وجود هو بيكون موجود أنا ايه؟ شيء تبين دبي انت حين؟ هو حبيبي زين الله يحافظك شكرا نحن أبوي سايرين دبي عندي موعد والله الساعة 12 ونص ولين الحين ما تحركت والله يضحك طيحة حمالي عند رحاك الطريق يا أبوكم بعيد الصورة بعيد والأشخر بعيد والإعلام بني أبو حسن والإعلام بني أبو علي بعيد وكلهم وصلناهن والأشخر وين في شبد السماء هناك بلاد رذاد ها ولا مطلوب الدنيا قيلة واللي تخبروني بلا وجهك اليوم يفن ابوي يفن بارك الله فيكم من ظهرت منصور وانا اكل حب يمكن بقولكم اربع قراطيس من هاي الامهات ربع كيلو يعني يمكن 2 كيلو لطمت حب شمسي وانا في الطريق ترى ما شيء سناب يوم الله كان وكيف تبوني يعني كيف بقزر يومي لا ارمس ولا اكل حب بين بيظهر لي قرود اي والله فلذلك ابوي تعالوا خطفنا ابوي على طريق مسكت اليديد الهاي واي هذا تو مسوي شارع والله يا ابوكم ظهرنا من مسكت لين الخابوره والله يا ابوكم وين بلاد عايض شيء جنان خط يسوى نوم العين يا الله يعني ما له شبيه ما له شبيه في الدنيا العوده خط من صور لين حدود الامارات اخر شيء قبضنا خط الباطنه وصرنا بيت ما صرنا بيتكم عايض تلقفونا ابوي بالهنابي والرطبان اهل عايض جزاهم الله خير وبعد بتحد ما سيارتي منظم بخلاف ابوي خطفنا قهوه الغاوي في خاطري اخطف قهوه حياه الغاوي يعني الجنه واستقبلنا اخوه الله يحفظه وعياله نسيت والله اسم اخوه ومشافري ترحب الهنود بشاشين الاوليين الطبابيخ اللي عند حياة الغاوي قبل 30 سنة و 35 سنة موجودين لي اليوم وعرفوني حليلهم وفرحت بشوفهم لكن ما ربت أصور لأن البحر كان يوم الله وخلاف خطفنا أبوي عزبتكم محمد الحاي أو عبد الله وتقهوينا وأكرمونا وحشمونا لكن بعد ما صورت ما ربت أصور لأن كان يوم الله وهم قالوا بعد ما يبون تصوير لا تصور يا خالد سايق من العيون زي قوم العيون
ومصبح وي مية فن الوي من الصراط كم من يوم صراط خمسة أيام ليل بنهار صراط وين ما تبوني يفن حتى نسخ ما رو ما تنسخ تقولون أنا وين واللي بيتخبر أنت وين ساير أنا أبوي في منطقة من المناطق المميزة في إمارة دبي الحبيبة أنا في مكان فنان وأحب أجيه بين فترة وثانية حتى لو مالي لازم يوم يقولك لا تدخل السوق ليعت مفلس يزيد غبن يا جليل الدراهم مش معناته أنك لا تحرم حرم عمرك ولا تسير ولا تي لا بسير وبي في كل مكان وأنا في بوي منطقة الخور في إمارة دبي الغالية الحبوبة الفنانة وفي أهم مركز من مراكز مبيعات إعمار في أهم مركز وأجمل موقع وياي الله يحفظكم عند ريال ما حد في الدنيا العود ما يعرفه فنان زقرتي مثقف فاهم دارس السلام عليكم تعرضه وكل ما تيبه للعالم كلها وبالأخص أي شيء يخص عمار أنت تغدي فيه ما شاء الله كبرك عمار الله يجزاك خير يا شط أنا في مركز مبيعات عمار اللي في الخور في خور تنتي دبي مع الرجال الفنان هذا وينك ابو خالد يا مرحبا مزين. ابو محمد شو الشيء الحين نحن ليش جايين شو هنا اول شيء عندنا معرض ان شاء الله ابتداء من باكر الى يوم الاربعاء في ابو ظبي في فندق دوس ثاني من 10 الصبح لين 10 المساء وبنعرض فيه ان شاء الله مشروع من مشاريع عمار اللي في منطقه الخور هذا هو المختصر بنتكلم الحين عن المشروع وبالتفصيل ان شاء الله خالد نتريا تعطينا نبذة عن هالمشروع هذا عبارة حين شو هذا هالمثل؟ إن شاء الله نتكلم عن المشروع هذا كل مشروع واحد صح؟ كل مشروع واحد نسي يلا تفضل الله يسلمك هالمشروع مشروع الخور يعتبر أكبر مشروع في تاريخ عمار مساحة المشروع ضعفين مساحة منطقة برج خليفة أطول برج في العالم والمول الموجود هني أكبر من دبي مول بمرتين شيء بيستوي مول في الدنيا العودة أكبر عن دبي مول بمرتين لا إله إلا الله نعم المشروع اللي بنطرحه إن شاء الله في المعرض هذا موقع المشروع بينك وبين البرج أقل من 350 متر ثلاث دقائق مشي أيوة واللي يميز هذا المشروع إنه له شاطئ خاص بنتكلم عنه الحين بالتفصيل هنا هذا المشروع هذا المشروع يبعد عن البرج مثل ما قال أبو خالد 300 متر الحين المجمع هاك ليه تشوفونه هاي طريقة ثانية حسب الحجم أكبر وللتوضيح اللي يفرق بينه وبين أي مشروع أنه هذا له شاطئ خاص شاطئ خاص للمشروع هذا وهاي هي البناية اللي نحب نرمس عنها هذا فندق بيدا وهذا فندق بيدا طول الشاطئ 350 متر ويبعد البحر الشاطئ عن البناية اللي نحب نرمس عنها كم دقيقة مش شاي دقيقة فرت حصان شهر 11/2022 شهر 11/2022 البناية هاي بتكون جاهزة إن شاء الله ترى عمار بالذات ما كد أوعدت بشيء واستوى تأخير حتى يوم واحد بالذات إعمار دون عن كل شركة في الدنيا العودة أي شركة في أي دولة في العالم يستوي تجديم تأخير إلا إعمار كله زين على زين 74% من جميع ومجمل المشاريع اللي فيه كنت يا دبي كبرها بزمها وعراها ملك عمار 74% اعلى اعلى عن نسبه النسبه بكبرها يعني شوي بتغدي هي المالك ابوي الرئيسي حق كل مشاريع دبي هذه نعمه وهذا هذا وتد وهذا عمود ركيزه اعمار ازمه ايقونه كل يرفج بها وكل يحلف براسه فيكم ابوي الخلاصه وبما والمعنى ومن الاخر اللي ما عنده عقار من عمار واللي ما عنده بيت في دبي يعتبر ميت اللي ما عنده بيت في دبي يعتبر ميت لا تقولوا ما حد قال لكم ضروري البيت يكون من عمار على كل حال كل هالعالم ابويتي تبيع وتشتري وحد يشتري بالرخص ويبيع بالغلاء حد يشتري بالرخص ويبيع بالغلاء لا تتحرون انتو بس هذا حد من شرق وحد من غرب مستثمرين البيع والمشترى شغال على ودنه الحق ما تلحق مشتراك الحالي من وين؟ أولا موقع مميز في خور دبي من أهم واجهات
الشرق الأوسط. زين، ومن وين؟ من مطوع عقاري اللي هو إعمار، يعني موثوق 100%. زين، والخبير العقاري مميز وشخصية، وشخصية تشهد لها الرب والعرب إنها شخصية مميزة، ولد الدار ونفاع واستشارات مجانية. هذا هو. الله يسلم خالد، الله يبارك فيه. الحين بيخبرنا عن الأسعار وعن البنت وبنت البنت. يلا بارك الله فيك، تفضل. الأسعار تبدأ للغرفة والصالة أبو محمد من 1,050,000 تقريبا. غرفة وصالة، غرفة وصالة في هالمبنى، في هالمبنى اللي يبعد عن البحر دقيقة دقيقة. والغرفتين والصالة تبدأ أسعارها من 1,400,000. نعم. واللي يميز هذا المشروع طريقة الدفع. نعم. تدفع من اليوم لين الاستلام 60%، و 40% إعمار تقسط لك على سنتين من عقب الاستلام بدون فوائد. شوف أنت. نعم. فأنت أخذت اليوم مثل ما ذكرت موقع ومن عند مطور، وأسعار وطريقة دفع جدا سهلة وفي متناول اليد. أبو خالد خبرنا عن الأسعار. مثل ما شوف أبو محمد، الغرفة والصالة تبدأ الأسعار من 1,048,000. الدفعة الأولى 52,000. نعم. رسوم التسجيل 23، اللي تدفعها أنت عند توقيع العقد 76,000. نعم. بعد شهر بتدفع 52. نعم. عقبها كل 4 شهور 52 لين يعني الاستلام. يعني كل شهر كم تقريبا؟ 13,111. هل بإمكانك تدفع ل 52 مرة واحدة وتفك عمرك؟ نعم نعم ممكن. وبإمكانك تدفع بعد 14 صح؟ تقريبا 14. لين الاستلام. يعني ما بلازم إني أدفع ل 52 مرة واحدة. لا لا. كل شهر تدفع 13,000. أيوة. يعني تدري اليوم إذا عندك 76,000 كدفعة أولى. نعم. وتروم توفر 13,000. شهريا. نعم. تروم تمتلك غرفة وصالة في هذا المشروع. ما أتوقع حد ما يروم يوفر 75,000، يقتصد شوي، يرص شوي على عمره، على ما قالوا اللي من غير يرص شوي الحزام. رص على المحزم ورب العالمين بيسر أمورك، وبتروم تقتصد وشوي بتوفر لك 75,000. بتروم تمتلك عقار بدال يأسة الفنادق وشرق وغرب وتترشى زيد وعبيد انه يعطونك مكان تجلس فيهم بتدبي. دبي حين أزمة بقعت الواحد مال بد منها. دبي ضروري كل انسان. يا جماعة الخير، اوروبا حتى دريولية التكاسي والله العظيم، الدكاترة الصيدلانيين الموظفين كلن يحاول يجمع علشان يمتلك عقار في دبي. كل هالعالم كلها لأنها أمن وأمان ومستقبل ومدارس ودين ودنيا، كل شيء متجمع في دبي. دين ودنيا كلها في دبي. وبما يختص بالغرفتين والصالة تبدأ الأسعار من 1,465,000. يعني الفرق كم؟ 400,000 بين الغرفة والصالة والغرفتين والصالة. نعم. زين. الدفعة الأولى 73. نعم. ورسوم التسجيل 32. نعم. عند توقيع العقد تدفع 105، بعد بشهر تدفع 73، عقبها كل 4 شهور 73، يعني شهريا 18,300 لين الاستلام، و 40% إعمار تقسط لك إياه على سنتين من عقب الاستلام وبدون فوائد. بدون فوائد. هاي ال 40% جزء كبير منها يتغطى عن طريق الإيجار. أيوة. يعني تأجر تدفع الأقساط. زين. خبير عقاري ومتعني من دار لينديره من دبي، مشروع كامل مجسم بعلمه وخبره بيكون موجود في فندق دوس تاني اللي في إمارتنا الحبيب الغالي، عاصمة المجد، عاصمة الخير، عاصمة الرخاء، عاصمة الطيب والود، عاصمة الفلاحي، أبوظبي الحبيبة. بيكون متواجد الخبير العقاري وليد الزرعوني في الفندق اللي خبرناكم عنه لمدة 3 أيام. مشروع مميز، مشروع مميز وفرصة بعد مميزة. هذا أولا. وثانيا، ما تبى تشتري لا تشتري، سر الطمش طالع ألق نظرة، خذ استشارات عقارية من شخص ذو دراسة وعنده مكتب استشارات وعالم في المواضيع هذه، وشخص معترف فيه دوليا وعالميا وفي الدنيا العودة. هذا هو اللي الحين اشرفكم عليه. الله يرحمك. على ايه يلا بعد انا شو خليت
يقولوا يمدح تمدح العيوس تصبح عروس. الله يحفظك ان شاء الله يا ابو خالد. احط لكم ارقام التواصل الخاصه في الاخ العزيز ابو خالد وليد الزرعوني، اللي يبي يتخبر او يتنشد عن شيء، علم، خبر، بيع، مشترى، تقييم، سؤال عن منطقة، حتى لو ما باختصاصه، ما بلازم يكون الموضوع هذا تبعه، لكن هذا خبير عقاري بإمكانه المساعدة. ما بلازم كل بيزات بيزات بيزات، لا شيء حتى بلاش، الناس تدور الأجر، استشارة قانونية بلاش، ما بيقول لا. ها أبو خالد؟ جزاك الله خير، الله يطلع فيك البركة يطول بعمرك. شكرا جزيلا. 12 سنة هالخبرة ما شاء الله عليه، وإنسان متمرس في السوق. ما بلازم أنت حين أنت بتاخذ مكان بتشتري في مكان تبى تعرف الأسعار، تبى تعرف إن المكان هذا يرزى ما يرزى، يستاهل صدقهم من كذبهم. خذ أبوي الخبرة والخبر اليقين من أبو خالد الله يسلمك. ربيعي واخوي وصديقي وصديق الطفوله وصديق من يوم الحين يا حال، يعني محمد بن احمد الصليطي. كيف حالك محمد؟ اول عمرك ابو محمد بخير الحمد لله. انا محمد ابوي ما شفته من يوم الحين سرنا طوكيو، من يوم سيره طوكيو ما تلاقينا. هي والسب شو هو في اشغاله ودوامه في دبي وانا في ابو ظبي، وكل ما يدبي يكون هو في الدوام وانا يطير على اسعفه. لكن قلت الخبر ترى هذا ما منه هو المقترح من كل هالأبنية وهالأماكن اللي تشوفونها. قبل سنتين ما كان شيء موجود، ولا حصاة ولا كنكرية ولا صبصوب ولا صيخ ولا حديدة ولا أي شيء كان موجود. الحين بقدرة قادر في خلال سنتين استوت هالدنيا كلها، وعقب سنتين مالك موطة قدم، مالك مقز زبرة، مالك مكان ما تروم تشوف شرقك من غربك من كثر العمران. هذا كله 75% كل إنجاز عمار، وعمار يا عمار تبارك الرحمن. خلال السنتين الجاية تشوفون كل بيكون جاهز للتسليم. مرة عقب سنتين ما تروم تلقط لك مكان أصلا، واللي بتاخذ الحين بيكي وخلاص بتبيع عبدته. لا تقول ما حد قالكم. الله يبوكم لك الظهر ساير سيارتي وردي تنزل، شفت شيء تفاجأت فيه وتفي خاطري بتخبر بخبركم. هذا شيء ينفع بالعرب كلها. هي بس خالد الخالدي، I'm taking very good video for you. Why? Hey, because you have very good hair. Very good hair. All our ladies, they need to know what a kind, what are you using for your hair? Okay, now you let me know. Yes, yes. Well, yes, yes. Okay, what's the reason? Why? It's, you look very fresh and your hair very thick. How? Because I'm in Dubai and the environment in Dubai makes my hair really fresh. Thank you very much. Thank you. طرب الله تقدم السؤال الجواب زاهب. قول ابوي لاني انا في دبي ومبسوطه ومستانسه. يعني ابوي اي حد ابوي في دبي حتى شعر راسه يغلب. Thank you very much madam. هنا هنا ايش بطاقتي ان شاء الله حاطني هذا. اي والله اللي تخبروني عن الفندق اللي سكنت انا فيه في مسقط اسمه دبليو مسقط. دبليو مسقط اظني تابع حق دبليو ماريوت، هذا تابع حق الماريوت كان اتوقع. يعني فندق يا ابوكم لا صار ولا استوى شراته. فندق اللي ما اللي بيصير مسقط وما بيسكن في الفندق غلطان. ثم غلطان ثم غلطان ثم غلطان. وبتدعو لي كل شيء فيه عجيب غريب عجيب غريب، من موقع قدامك كل شيء طبيعة وفي مرتفعات القرم شيء لا صار ولا استوى. يقولون مفتتحين أظني قبل ما نسكن نحن فيه بأسبوع أو بيفتتحونه عقب، لكن شيء مهول. إحنا أبوي جايين نتغدى في هالغبة الخضراء، في هالغبة غبة من غبيبك أنت يا جميرة، غبة من غبيبك أنت يا جميرة، في هالمكان المميز الفنان ساري المطعم. ما بخبر على شو اسمه لانه بعد يقولوا سويت دعايات حق مطعم ما ادري شو، ما يخصني. سعر المطعم في هالفندق، فندق الفور سيزن في هالمكان. واو مازين اللي هاللون، هاللون هالسياره هاللون البيبسي اللي انا احبه.
مثل سيارة محمد حسين الخوري أبو خالد ما شاء الله عليه عنده نفس ليكون هي أصلا انقفض أي ها نتغدى في المطعم إيه الحبيب تريع عاد اصبر القوم تروغك وين تعال ياي أحسد how are you number one ها فنان دبي ما شاء الله على دبي رشيد كيف حالك الحمد لله شو أخبارك الحمد لله رقم واحد ولا رقم اثنين هابي أيوة هابي وايد ولا شوية زيادة الحمد لله هلو هلو excuse me what's your name my name is Eric Eric yes thank you Eric most welcome thank you محمد من أمستردام شوف كانت بادية تزرع طماط ياه خيار كله أصلي ليمون كانت بادية تزرع علي رضوان من الله على قولته كانت أمر هذه الفيديو بالتحديد تاريخ 23 من جزيرة مصيرة محداة لخالد الخالدي What do you say for Khalid Al-Khaldi? Yes, today have Halif Sajabin. Halif Sajabin have Asan. Today have the Bir Jibal Mahyawa. Yes. حق الخالدي. Yes, come Thailand. هذا جبل مع مهيا ومع بير. وين نسيت هذا؟ أهلا بوي. مدام مدام. The order what it was? عدنا العصر صلينا جمع وقصر تأخير في هذا المسجد جامع ما شاء الله تبارك الرحمن مسجد لا مسجد ترى مسجد مطار باللاحج هذا المسجد ما شاء الله عليهم كل شيء نظيف فيه وفنان المسايد الجميلة اي ابني قلت اصور لكم اياه من داخل مسجد جامع ما شاء الله تبارك الرحمن جزاه الله خير يباني هالمسجد الفنان والله يغفر له كان ميت وكان حي الله يحفظه ويطول بعمره وكان والمغفرة والرحمة تحل على الميت وعلى الحي هي والله المسجد ها في هالطريق ها شارع المحمل ظاهرين قضتنا الصلاة وصلينا في المكان شوف ما شاء الله كان فنان موقع مميز جزاهم الله خير وقائمين على هالعمل جميل انك تقرأ مسميات من التراث ومن الأصالة ومن عبق التاريخ وعبق الأجداد وريحة اللهل وريحة الناس الطيبة وين ما تصير تلقط المسميات شارع المحمل ها شارع العبرة وهناك شارع الشراع وهناك شارع السنبوك يعني شو بقولكم يعني الله يرحم والديه ويزاه لك الجنة عن اللي حط فكرة تسمية الشوارع بهالمسميات الجميلة نعم يزاه الله كل خير والله يغفر له كان ميت والله يطرح فيه البركة كان حي نعم شارع البقارة شارع البقارة بقارتنا هي العودة يما شراع اليديد ربي يعطيه جدانه وفي حمد وسعيد ما تشرب عندك اقولكم امور حد يقول توفي حمد وتزيد وحد يقول توفي حمد وسعيد يعني والدنيا مطرجه لكن الحقيقه بخبركم عنها الحين بقارتنا هي العوده يم شراع اليديد
ربي يعطيك الدانه توفي حمد وتزيد بفصل مدك انا ثوب دويحي جديد بفصله وبخيطه غمن عن الحسيد. ها شو تعرون شو تعرون شو تحرون تبارك الرحمن خير الخالقين. بلادنا جميلة ولا يوجد شراء تبلاد في الدنيا العود ما شاء الله تبارك الرحمن كل زين وكل فنان وكل غام. أمبوني ما بخبرك ولا بطري أمبوني وعدت ببراهيم الحينة أني أعد عليه السالفة وأخبره لكن قلت له لا مرة واحدة بعد السالفة عن مرتين بهلكم أنتوا القصة وبهل الجميع الله يحفظكم. جيت الحين من صلالة هي من صور وكبدي من تفخة غادي تحراها قرص جمجموه من كبرها كبدي فيها قيح على منو على إبراهيم توفيج. أنا مشتل من بوظبي باختصار أنا رو مختصر شيء مشتل من بوظبي مخبرنكم وين بسير الباطنة أول بادي على طريقي وبنشل عايض بنسير صور وبنبات ليل ونهار ثاني بنسير مصيرة بالتفقير ومخلصين وكل شيء زاهب والحجوزات والعربي ترينا في كل البلاد. أول ما وصلنا عند قوم الشيخ ناصر القيلاني وعقب ما تقهوينا وتفاولنا ورمسنا وسولفنا قال أبو محمد أنت بتصير مصيرة بكرة لكان مصيرة نحن ما ننصحك تصير لها. قال شو السبب؟ أنت يا ناصر القيلاني وعايض وحمد بوكشة العريمي والله نحن ما ننصحك تصير شو السبب؟ قال والله منسوب البحر مرتفع وهويات وهل مصيره كلهم ابوي ساروا يقيضون يظهرون من طرف البحر وهم ما تعرف عليه يعني لان العرب وقت القيض تودر الساحل وتصير ابوي جدا خيل والمزارع والمياه حق اللومي والهنبه ورطب هذا وقت القيض هم متعارف عليه. يا صاد تصدق؟ قلت لهم ان شاء الله شو نصيحك؟ قال ابوي الحين عيب بنصير الاعلان وبنصير يعالين يعلان بني حسن يعلان بني محمد ابو علي وبنوديك الاشخرب وبنوديك راس الحد. وخنت عن السير خلاص لان اهل مكه ادرى بشعابها المراه طالت عماركم ويوم عدى امس ونحن جايين شفتوا الجماعه اللي وقفونا ويقوم بغانم الله يحفظه هاك الناس اللي يتعشونا وقرمونا وحشمونا نهار ثاني بعتلت فينا على الشارع هم وهل مصير جايين جماعه مجموعه. قالت كيف قصرت ابنه يا ابو محمد نحن ترياك ونحن ابطينا ترياك يومين نحن انت موعدنا من يوم تفو ابو ظبي وقال لنا انك بتي وياسين انت رياك. قلت ابوي عيل الجماعه هلكيت يقولون. قال ابوي ليه؟ قال لك هذا ما عنده معرف الكلام الحقيقي 100% ان نحن ترياك ولا كان في منسوب بحر مرتفع ولا شيء ابوي حر ودرجه الحراره 29 في كنت يوم صيره غير بدر. قال والله العظيم نحن هلها وافتر لاني اشوف ابراهيم يتغامز ويعايض. ابراهيم من اول ما وصل عزل عمره وسار عير والله انه ما يعرف ولا واحد فيهم تعرف عليهم بهاتش الدقيقه تعرف على عايض وتعرف على الشيخ ناصر القيلاني وتعرف على حمد بوكشة عقد صداقه وياهم وقالهم دخيل والديكم انا في خاطر مالي خاطر اسير البحر وانا متروع من يجينا شيء شرات اللي في خصب ودخيل والديكم قولوا حق خالد هالنمونه والله مشوها علي. ويا صادق صدق ولا انا يا ابوكم عنوتي مخصوص ساير من عقب ما ازور صور بسير مصيره وهذا ما صابني. وقلت له بشاكيكم بخبركم عن يوره ومنكره عن يوره منكره خرب علي سفره كامله وانا اريد اسير مصيره من 15 سنه وخرب علي قرالهم من كثر غلاه عندهم ياملوه على ما ابغى ومشوها علي والله. واللي يا ابوكم انا عنوتي والله يا ابوكم يا عنوتي مخصوص لاجل من عقب صور اني اسير بصيره لكن قدر الله ما شاء فعل مشوا علي كذبه. ويا صادق صدق ويا ابوك ولا وتميت وارم ويا ابراهيم تواقعت وياه فتنت عليه وفتنت يعني كيف انك انت هالنمون تسوي انا ربيعك وتسمع بني اقول خاطري اسير مصيره. قال انا ما في على البحر وانا بس هاي القصة. سمعت ابو ابراهيم شو رايك؟ بس سلام والله ابراهيم توفيق اللي شافوا في خصب ما
ما حد الله العظيم انها مصيبة. السلام عليكم، مساك بالخير يا ابو محمد، وشلونك؟ الله يحييك، عساك طيب، سلامة الاسفار، الحمد لله على السلامة، الله يحفظك ويستر عليك، ما شاء الله لا اله الا الله، رحلة سعيدة، جعل الله يسعدك في الدنيا والاخره، ويسعد ان شاء الله من مشى معكم من قعد يا رب يا كريم. ما شاء الله على اهل العمال، بيض الله وجيههم، عز الله انهم اهل الكرم، عز الله انهم كريمين ولا قصروا، ما شاء الله لا اله الا الله، عز الله انهم رجال رجال، عز الله ما شاء الله لا اله. والله يا ابو محمد ان اول مره اشوف عمان وطرايقهم ما شاء الله لا اله الا الله، ما توقعت انهم كذا ما شاء الله. يا الله يا ربي يا حبيبي، ان شاء الله ان نزور ذا البلاد ان شاء الله، مثل ان شاء الله قريب ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نجيها ونجي الامارات ونجي كل ديرتنا ان شاء الله نحبها ونغليها. الله يجعل ربي يحبكم ان شاء الله ويغليكم جميع ان شاء الله. ودعك الله يا الغالي، يجعلك ما تشوف شر. سلمني على ام محمد وعلى صلاح، الله يحفظكم جميع، وجعل وصلك حاجة عليك يا ابو محمد، الله يجعل وصلك حاجة عليك ان شاء الله، يحفظك يخليك، يطرح البركة إن شاء الله في درية دريتك. من بعد إذنك استسمحت أني بنزل صوت هذا الكلام، أسب هالعمان يفرحون فيه أهلنا هناك وجماعتنا، لا عليه اسم ولا رسم ولا علم ولا خبر. من رخصتك طال عمرك؟ ما عليه يا أبو محمد، جعل عمرك طويل. أي والله اللي يستاهلون العلوم الطيبة، والله ونعم بهالعمان. أي والله ما شاء الله لا إله إلا الله، أباد اللي تسويه فيها بركة جعل عمرك طويل، الله يسلمك ويحييك ولا يخليني منك يا ولادي. والله العظيم هم والله العظيم إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، قسم بالله أنك واحدة من عيالي، جعل عمرك سنين يا رب. ما حد يروم ينزل يا أبوكم؟ أبوي السيارة هناك علقتها، علقتها ذاك، وين علقت؟ أبوي في نص الوادي، ابوي دريول وسعيد تمه، ابوي نحن ابوي شرعدنا. والله بفيدك محمد، ليش؟ احنا في مأساة وراع وديان وشاطرة من السيارة وضلنا حاطة باب عمارنا وانت تصوقها وتناقب. اي وين المأساة؟ والله ساشو معاني في السيارة وتخبيت هذا الوادي طلع شروط. هذا ابوي بتموت شهيد، الحمد لله شهيد شهيد، يحيك رب العالمين بيمسح عليه كل شيء. الله اي والله، حتى ما عرفته ما تبع العرس، خلاص شهيد، بتاخذ واحد من حريات الجنه. ابرك لك انا ما هات القطاقط. عنبرو يا عنبرو، عنبرو يا عنبرو، عنبرو يا عنبرو، اي عنبرو يا عنبرو يا عم. أيوة 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 أيوة، يا سلام، توني يا توني، توني يا توني، توني يا توني، توني يا توني، أيوة أيوة، أجيب تنقز، أجيب تنقز يا عنبرو. الزراعة أكثر من أسبوع بين سير ويي وشرق وغربك، الحمد لله الأمور طيبة والحرارة ما أثرت، والحمد لله أبوي الزراعة متجاوبة ويا الجو، ولله الحمد لله الأمور طيبة وكل شيء زين وعلى خير ما يرام، اللهم لك الحمد، يعني ما في أي تأثر بالنسبة للزراعة، ولكن إنتاج الهنبة مثل ما قلنا لكم السنة في جميع دول مجلس التعاون، إنتاج الهنبة السنة في الزراعة، زراعة الهنبة السنة وايد متأثرة، لأن السنة ما في إنتاج أبدا، يعني الشيرة اللي العام مطلعة 1000 حبة السنة مطلعة 5 حبات، يعني ما في مقارنة، يعني اللي مطلع ب1000 همبة السنة مطلع 2 همبات، واللي مطلع أحجام كبيرة طلعت السنة أحجام صغيرة. هاي الهمبة العام ما شاء الله، هاي كل همبة كبر هاي ب2-3، لكن سبحان الله السنة هاي إرادة الله. هذا أول يقولون يعني كل سنة شيء غل ورق، وسنة شيء ناتج تمر وهمبة، الحمد لله رب العالمين. هاي بصاير الله كفيل انها تتعدل كل سنه وكل حول، يعني والحمد لله الامور طيبه والانتاج زين، ومدام الشير بخير وسهاله الحمد لله الانسان شو يبقى اكثر عن شيء، لكن لازم الاهتمام هو الضروري ان شاء الله. هاي اخبركم عنها، هم الاحجام الكبيره
هل انا وزنها اكثر عن 2 كيلو تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. سؤال كيف امان خار ولا ما فيها؟ شوف خليج كل واحد كل حار رحينا ما في ما في مكان بارد الحين ما في مكان بارد لكن عمان في مكان بارد في مكان حار. عمان بلاد واجد كبير مكان فيه برد مطر 24 ساعة ومكان فيه سيم تنور جهنم. انت كيف تعرف في نفر صديق؟ ايه امان زيادة جماعة مالنا فيه والله زيادة في مواطنين في هالجي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يسلم عليكم ابوي شامبي يسلم عليكم شامبي يسلم عليكم شامبي سلام كثير. ما اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. ها حالك بخير؟ ايش عندك؟ شو مشكله؟ ما في مشكله 10 اليوم ما يشوف عندنا سافر وريزي بعدين ما يشوف. انت متى بتسافر بلاد؟ ان شاء الله بعد بكره. بعد بكره سوي اقامه خلاص ولا خلاص احمد خلاص كل شيء ايه فديته. يلا شكرا. ثانك يو. الشارع كله اشجار بنفسج لازم اسميه شارع الخالدي خالد الخالدي ومحمد. شوف هذا الشارع كله اشجار بنفسج. هذا اهداء من لوس انجلوس الى خالد الخالدي في ابو ظبي. اسال الله يسلمكم اهل الامارات. الشارع كله اشجار بنفسج لازم اسميه شارع الخالدي خالد الخالدي ومحمد. شوف هذا الشارع كله شير بنفسج. هذا اهداء من لوس انجلوس الى خالد الخالدي في ابو ظبي. اسال الله يسلمكم اهل الامارات. الان امتلك شقة في دبي بالقرب من اطول برج في العالم ابتداء من 1,000,000 درهم. زورونا في معرضنا العقاري بفندق دوست ثاني ابو ظبي. ما شاء الله اثري هو مخطط. الله يسامحك يا ابو توفيق. اثريك توفيق الدقن اصلي ما هو لعب جهاد. تخطيط يا ولد خطط يا اخوي على الحوثيين ابن حلال فكنا منهم. سوي لنا طريقة يا الخبير. يا شوارسكوف. والله يا إبراهيم مبهين أثري مبهين. كان ري جلد ينطرونك وهذا يلعب. لا حول. خايف من المطر يا أخي تعرف أنك رايح هناك. يا ويلي ويلا منك يا إبراهيم يا معود. السفرة كلها نايم. مش خايف منه. ما تجيب شر يا ابو محمد. اقولكم والله يا ابوك والله يا ابوكم يا اللي بيتفتق من اطرافه. هذا اللي يقولون يقولون عنه بيتفتق من اطرافه. هذا اللي يقول بيتفتق من اطرافه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بيتفتق من اطرافه من العضل. وانا ابوكم بتفتك من اطرافي من الشحوم. ايه راعي الجزائر سلام عليك. كيف حالك؟ صورتك وقلت لهم شوف اللي بيتفتك من العضل ما بين اجازه. ها انزين ايش عليه؟ الله ييسر امورك. ايه والله يا ابو العربيون الجنب يتفتقوا من العضل وانا الجنب ابوي بتفتك من الشحوم. والله يا ابو لو بركض لو بركض 100 يوم ما اروم احرق ربع الكالوريز اللي اكتسبته من زيارتي هاي الاخيره الى صور من الصراط من على هالاساس مداوي عمري اليوم من هاي الساعه لين الحين وانا في الجيم مشي على التريدميل مشي سريع. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اني اروم اصف الكار. انا راعي عزيمه من عزم ان شاء الله رب العالمين الله بييسر اموري لكن يبالي صبر شوي كم من يوم ما شاء الله الامور بتغادي طيبه ما نتخف شوي هالثروب. الله يا ابوكم لان حتى انياط ماشي انياط ماشي صدري مصر.